جهود إدارة المحافظة في تنفيذ المشاريع العمرانية والخدمية التي أسهمت في أحداث نهضة عمرانية في كركوك جعلت منها مثالا يحتذى به، مطالبين بسرعة إنجاز بعض المشاريع المتلكئة والتي تشوه جمالية المدينة. مدير مشاريع بلدية كركوك أكد أن حملة الأعمار والخدمات جارية على قدم وساق، منوها إلى أن هناك أسبابا مختلفة تقف وراء تلكؤ تنفيذ بعض المشاريع. عقب حملة الأعمار والخدمات التي بدأتها إدارة محافظة كركوك منذ تسنمها مهام عملها قبل 3 سنوات ونيف، والتي أسهمت في إحداث نهضة عمرانية في مختلف القطاعات والمجالات، الأمر الذي أثار إعجاب وتقدير وإشادة المواطنين الذين طالبوا بسرعة إنجاز بعض المشاريع غير المنجزة في بعض أحياء كركوك ومنها الحي العسكري. المحافظ رجال ما مقصر، خليج يشوف وين قبل ما كان هذا الشارع خلف الله عليه، هو نسيبه جاء من استراليا يقول هكذا مو كركوك، هاي واحد يحكي لله، لان المسؤوليه واحد يحب يحكيها لازم يحكي لله. انا من سكنه حي العسكري محله 901، هاي المشروع اللي سووه مال تبليط الشوارع، اسال المقاول اقول له استاذ هيك هيك، والله يقول اني ما الشارع ما مشمول ضمن الخطه. من اجى محافظين هوايه السوا دكتور نجم الدين، ما شفنا من اي محافظ يعني الشغلات سوا بكركوك، هسه اي مكان روح مشاريع وسايد ونظافه وكل شيء موجود، بس هذا المنطقه مالنا هذا حي عسكري قبال الخيمه، يعني هذا حالنا، يعني حالنا ومقاول هاليوم باكر ولا يدير بال لواحد. مدير مشاريع بلدية كركوك من جانبه أكد أن إنجاز المشاريع جار على قدم وساق، إلا أن هناك أسبابا وراء تلكؤ إنجاز بعض المشاريع، والبلدية بصدد حل هذه الأسباب في الأيام القليلة القادمة، ومنها إنجاز العمل في الحي العسكري. هاي مشروع إحدى مشاريع التابعة لبلدية كركوك، فهي فقرة الحفر هي عبارة عن تنفيذ فقرة المجاري، تثبيت الأنابيب المجاري مع عمل كمان هول، فعمل تأخر فيها شوي بسبب عدم وجود البايبات الموجودة في المشروع. حاليا مقاول بصدد أن يجيبها من بغداد والمنهولات مستمرة، وهي فقرة الفحص شوي أدى إلى تأخير هاي الفقرة المجاري، بس حاليا عمل مستمر وسينفذ يعني خلال الأيام القليلة القادمة. تعاون المواطنين مع الجهات المعنية وصبرهم إضافة إلى عمل المقاولين بجهد أكثر يساهم في إنجاز المشاريع بشكلها الصحيح وفي وقتها المحدد. يشار خالد، فضائية كركوك.